أنتم تفاوضون بعض الدول لتصدير المنتجات بعد أن توقفت منذ فترة بسبب موضوع إنفلونزا الطيور، هل تتوقعون قرب الانتهاء من هذه المفاوضات؟ تم تسجيل 14 منشأة داجنة معزولة يمكن من خلالها التصدير إلى جميع وكافة دول العالم، زي ما قلت لحضرتك، لأن احنا عندنا اكتفاء أو على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، وعدة إجراءات اتخذتها الوزارة هتزود وهتضاعف إنتاجنا الداجني إن شاء الله في خلال الفترة المقبلة. وبالتالي في بنعمل حاليا على فتح آفاق للتصدير وللدول التي تقبل المنتجات الداجنة على مستوى العالم. لو قلت لحضرتك باختصار شديد على الإجراءات اللي اتخذتها الدولة والوزارة لزيادة الإنتاج من الدواجن، لما بقول إن في بروتوكول تم ما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبروتوكول آخر ما بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، والهدف من البروتوكولات دي توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي للإخوة صغار مربي الدواجن، وتحويل عنابرهم من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، ورفع كفاءة عنابرهم. هنا باختصار شديد بقول إن في نظام التربية المفتوح أنا بربي في السنة 3-4 دورات، لكن في نظام التربية المغلق لا، أنا ممكن أربي في السنة لغاية 7-8 دورات. في نظام التربية المفتوح نسبة النفوء ممكن تصل إلى 25% وتزيد طبقا للعوامل البيئية والظروف المناخية الخارجية، لكن في نظام التربية المغلق نسبة النفوء لا تتخطى 3-4%. في نظام التربية المفتوح أنا بقول إن معدل تحويل الغذاء اللي هي معدل التحويل من علف إلى طيور أو إلى لحوم يبقى تقريبا 1.7، لكن في نظام التربية المغلق 1.5-1. يعني باختصار بيتم معظمة للإنتاج والاستفادة من وحدة المساحة في نظام التربية المغلق. هنا زي ما بقول لحضرتك تم تبسيط إجراءات التمويل، وكمان استثناء الإخوة صغار مربي الدواجن من الشرط القانوني للتمويل والإقراض. دكتور، للأسف الوقت انتهى، لكن نقدر وجودك معنا وإعطائنا هذه المعلومات. الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.